انا رايي انه ايه، عندي ما يكفي لاقول انه حزب الله حقق الاهداف. واحد الاشارات اللي عندي هذا بتخصني انا، بعتبرها اشاره، هل فوعان او كار دبابير جماعه 8200 بيقول لي انه معناتها اصيبت 8200، لانه هناك بده يفوعوا. ما هو اذا حزب الله مردوع يعني، واذا حزب الله اكله وفشل، واذا الاسرائيلي يده العليا لازم يكونوا عم يحكوا كلام ثاني. شو هو الكلام الثاني؟ بدل التنمر وبدل التفلسف وبدل التزاكي وبدل السخرية، الحرب آتية. هزم حزب الله، فشل رده، يد إسرائيل هي العليا والرطمة، والآن لبنان سيدفع ثمن هذه الحماقة التي ارتكبها حزب الله في 7 أكتوبر. تفضلوا اكتبوا لنا هذا الكلام، قولوا يعني لحتى الناس تربط على كلامكم وتحاسبكم عليه. شو بدكم بالدجاج وبالفرقاع ونقتل ومن قتلوا ومدري شو؟ طلعوا وقولوا لنا انه حزب الله سيدفع الثمن، وبكل اسف لبنان سيدفع الثمن معه بسبب هذه الحماقه، ويجب ان يحاسب حزب الله على ما سيفعله في لبنان والايام والليالي والميدان بيننا. قولوا هيك مثل ما بيقولوا اهل المقاومه. اهل المقاومه عم بيقولوا لكم حرب اسرائيليه ما في، اسرائيل فشلت في ردعها، اسرائيل ردعت بضربه حزب الله، لذلك سحبت خطاب إعادة لبنان إلى العصر الحجري من التداول، سحبت خطاب دفع حزب الله إلى ما وراء الليطاني من التداول. ولك يا جماعة، امبارح بمجلس الأمن تصوت على التمديد لليونيفيل. رجعوا لوروا الملفات كل سنة شو كان يصير وقت التمديد. الأمريكي، الفرنسي، البريطاني، البعض العرب، تحويل قوات الطوارئ الدولية، قوات اليونيفيل، إلى قوة ضاربة، منحها حق الاقتحام وحق الاعتقال وحق المدري شو، ومعارك الدور عليها. ليش هالمره مرقت يعني بردا وسلاما؟ لانه خلص معركه قالت الكلام، حزب الله لا يمكن تجاوزه ولا يمكن استفزازه. بيعونا، روحوا بسرعه جددوا، لانه هذا ممكن هلا يغضبوا ويقول ما قررنا الطوارئ، عمركم ما تجددوا لها. شرطنا للتجديد لها ان تنتشر على طرفي الحدود. كان بالزمان سمعت السيد قال ليش يا خيي، بس عندنا ناشرين، ما نحن كمان بدنا ضمانه بالاراضي الفلسطينيه المحتله، فبدل ما تعطوه ذريعه وتفتحوا لنا باب التعديل، سكروا الابواب وامشوا فيه مثل ما هو القرار. لو حزب الله مردوع ومتلقي ضربه والاسرائيلي يده عليا، ما ابني الامريكان باقل من تعديل اليونيفيل ومهمتها وعديدها، انه 15000 ما بكفي، ما عملها 30 و40، وبدها تكون هي من الليطاني تحط حواجز وتفتش وتاخذ اسماء وتداهم بيوت وتداهم مقرات وتفتش على السلاح وتفرض الامن في جنوب لبنان، جنوب الليطاني. فبالتالي هي المعركه الحقيقيه، مثل ما هلا هي المعركه على الضفه، هي المعركه على جنوب الليطاني. لما الاسرائيلي بيتنازل عن معركه جنوب الليطاني بينساها، معناته هو يسلم بان حربه فشلت مع لبنان بال 11 شهر، والتي توجت باغتيال القائد فؤاد شكر وتسريع الحكي بالتفاوض وكذا لخلق اسماعيل هنيه، سيتيح الفرصه للوصول الى تسميه احد قاده حماس رئيسا لمكتبها السياسي ممن يسهل يعني التعامل معهم اكثر من اسماعيل هنيه، وانه هي بتكون فرصه لما عم نعمل هذه الضربة لن نروح بالمفاوضات بتوليفات تطبخ بين الأمريكيين والعرب الذين يشاركون في إنضاج الحلول، واللي بيكون الرجل حماس الجديد هو أحد يعني التابعين لهم. وهي التركيبة بتمشي وبتبلش النظريات، بدنا نحاسب السنوار ومحمد ضيف على ما فعلوه بغزة وبالفلسطينيين في الطوفان والكلام اللي عم يحكوه جماعة محمود عباس على كل حال. وبالتالي هذا المخطط أسقط بيدهم. ليه؟ لأنه حماس راحت واختارت السنوار وقال لهم السنوار، وقالوا لهم حماس شو قالت؟ قالت حماس هذا السنوار هذا لا عنده بيت عاطين وياه الحكام العرب ولا أولاده بجامعاته ولا بيقبض معاش منهم وما حدا قادر يوصل له منهم ليضغط عليه، وبالتالي يروحوا يتفاهموا مع السنوار. ولهذا هذا الخيار الأول أحبطهم، ثم الخيار الثاني يعني النتيجة الثانية لما أخذ السنوار الموقف اللي بيقول هاي المفاوضات تتماهى فيها أمريكا مع إسرائيل وتزور
النصوص التي اتفقنا عليها وتأتي بنصوص تطابق ما يريده نتنياهو، فنحن غير معنيين. طيب إذا حماس غير معنية، بدأت خبرية المفاوضات قادرة إنها تحجب رد المقاومة. وجدت رسالة المقاومة الفلسطينية للمقاومة اللبنانية إنه أطلقوا أيديكم واذهبوا، فذهبت المقاومة. فبالتالي الخطة اللي انعملت كلها أحبطت. الرهان على الردع بمجيء هذه الحشود الأمريكية الهائلة على الأقل بجبهة لبنان ما نفع. مع الإيرانيين واضح إنه الإيرانيين سيدخلون في حول كم سيصل من صواريخهم ومن طائراتهم المسيرة، والأمريكي سيحاول أن يظهر كم سيسقط منها، لكن مبين أنه بيضة لبان بكل اللعبة كانت إذا الإسرائيلي خذوها من قاعدة. إذا الإسرائيلي في حالة شعور بالقوة، المعيار هو الذهاب إلى حرب على لبنان. إذا الإسرائيلي في حالة شعور بالتقهقر والفشل، المعيار الذهاب إلى عملية كبرى في الضفة الغربية. بس يشعر الإسرائيلي إنه هو حالته من وين، شو بده يروح؟ بده يروح على الضفة لأنه على البيت، بيقول لك البيت مهدد. وإذا هو شاعر بالقوة ماشي الحال، الضفة لاحقين عليها. هلأ لبنان، نخلص من لبنان، بنكسر ظهر غزة، بنقلم أنياب إيران، بنفهم من اليمن درس عبرة، وعندها نذهب إلى غزة. غزة لن تستطيع أن تقاتل كما لو أن لبنان قويا بعد أن نهزمه. فالمعيار عندما يشعر بالقوة هو أراد هذا الشعور بالقوة. جاء الرد الذي نفذه حزب الله ليفقده شعور القوة. إذا لا زال يشعر بالقوة عظيم. أنا ما عندي مانع، أنا شخصيا بقول اللي بيقول هيك يطلع يقول هيك يعني، بس بده يكمل الخبرية. بده يقول اللي جرى بهالشهرين تموز وآب أن الإسرائيلي خرج من حرب الاستنزاف، استرد زمام المبادرة بضربتي الضاحية وطهران، هو الآن أكثر قوة، هو الآن في موقع متفوق، أفشل رد حزب الله، امتلك قدرة الردع الأعلى، وهو الآن آت إلى الحرب. فأيها اللبنانيون الذين ساندوا منكم حزب الله والذين عارضوه، استعدوا لحرب إسرائيلية كبرى تجلي حزب الله إلى ما وراء الليطاني بعدما دمرت مستودعات أسلحته وقتل قادته، وتقصف العمق اللبناني الذي سيدفعنا فيه حزب الله ثمن تهوله. طلعوا قولوا لنا هالخطاب وخلي يطلعوا الإسرائيليين يعطوكم مستند تبنوا عليه. قولوا هياك هلا أنت عم بيقول نحن آتون إلى الحرب، هياك نتنياهو عم بيقول إلى ما وراء الليطاني، هيا هليفي عم بيقولوا العصر الحجري، رجعوا طلعونا يوم لهون، ما انتوا اصحابكم، قولوا عليهم انه بس يعني ما يسودوا لكم ويشكوا كثير، ويقولوا لا نريد حربا لا نريد تصعيدا، الحرب على حزب الله ليست الان، مستقبل بعيد بعد شيء 50 سنه، يعني ليش عم يخدموكم كثير؟ لانه هذا حكي ضعيف. يعني هذا حكي واحد ضعيف، ما لكم مصلحه انتم بتتحملوا انه يطلع الاسرائيلي ضعيف، فانخوه شوي، اعطوه شوي مصلحه يعني. طبعا الاسرائيلي ما بيرد عليكم اصلا، مش شايلكم من ارضكم، بيعاملكم كعملاء يتلقون اوامر للتنفيذ، وبالتالي هو قراره بيبني حسابات القوه، ما بيبني حساب النخوه تاعت يعني العملاء والادوات، وهو حساباته صرف النظر عن حرب لبنان لانه متيقن من انه غير قادر على تحمل تبعاتها، غير قادر على دفع اثمانها. لذلك لما بيقول عدم الحرب على لبنان، ايه طبيعي يروح على حرب على الضفه، لانه اللحظه التي يشعر فيها الاسرائيلي انه لم يعد قادرا على خوض الحروب بصير بتفتش على داخل البيت، وهو بالنسبه له كل امن البيت الصهيوني يتقرر في الضفه بالضفه. ولذلك تحيه لهؤلاء الابطال في الضفه، لهم شجاع البطل الشجاع، لكل الشباب، واللي انا عندي ثقه مطلقه ان الذي رايناه في غزه سنراه في الضفه من زاويه بطولة وملاحم التي سيسطرها المقاومون في هذا الشمال من الضفة، وإذا انتقل للجنوب سنرى مثله، وإذا انتقل إلى الوسط سنرى مثله، لكن هي عملية أيام، وهذه العملية سيصمد فيها المقاومون الأبطال وسيفشل الإسرائيلي فيها من إنجاح المهمة. وبالتالي خسر الحرب على لبنان، سيخسر الحرب على الضفة،
خسر الحرب في غزة لأنه شو المعيار؟ ضرب المقاومة، صفاها، سيطر، استرد الأسرى، عنده صار طريق واحد. وناطر كمن تحفز لأن يصبح موقر توم عردن، أيمتى الكف اليمني وأيمتى الكف الإيراني؟ الأمريكي راح يساعده، بس إذا اليمن بعت 200 مسيرة وبعت 200 صاروخ باليستي ولديه هذه القدرة. الأمريكي والإيراني بعت 500 ب 500، الأمريكي بيقدر انه يسقط نصهم ثلاث ارباعهم، ما بعرف، يمكن الايراني يبلش ب 50 50 ويبلش يطلع. حقيقه سيناريوهات لا نعلمها، لكن الامريكي بيقدر يساعد في تخفيض نسبه ما يصل منها الى الداخل، لكن سيصل منها. وهذا الذي سيصل منها سيقول للاسرائيلي للراي العام، هذا نتنياهو عم يضحك علينا. هذا نتنياهو مورطنا وبيقول لنا نحن دوله قويه هو وهليفي وبيقول لنا وبيقول لنا وبيقول لنا ونحن ما في الا بناكل قتل. وبالتالي شو الحل؟ يعني شو لازم نعمل؟ المزيد من الضغط، مين اللي فيه ضغط؟ خلينا نحكي بصراحة، اللي فيه ضغط الجيش.